طريق الصحة البديل الرابط بين تعز وعدن، طريق الموت والحوادث المأساوية بشكل شبه يومي، وآخرها الحادث المروع الذي أودى بحياة قرابة 20 شخصا. أصبحت طريق الصحة كربة التي تمتد من تعز إلى عدن ولحد، أصبحت طريق موت وليس طريق حياة. في الآونة الأخيرة كثرت كثير الحوادث المرورية في طريق كرباء والصحة. كثرت الحوادث في خلال 3 أشهر أو 4 أشهر، ممكن تصل إلى عشرات الحوادث المرورية. آخر حادث كان كحادث بشع، اللي هو حادث 9 سبتمبر الحالي، الذي راح ضحيته 17 متوفي ما بين نساء وأطفال. ضحايا كثر يلتهمهم هذا الطريق المتهالك أو ما يعرف بطريق الكربة الصحة، حيث تفيد التقارير أن الطريق سجل أكثر من 180 حادثا بواقع 27 حادثا وفاة خلال العام الجاري. للأسف تلقينا أنه تم سقوط هيس ووفاة جميع الركاب ما عدا تقريبا 2، 16 وحالة وفاة، منها 11 حالة رجال بالغين، 2 أطفال و2 نساء. هذول الذي وصلوا لمستشفى خليفة لقسم الطوارئ، 16 حالة متوفين. طريق أو نقيل الصحة، الطريق البديل لطريق هجة العبد المغلق للصيانة منذ أغسطس الماضي، أضحى المرور عبره مجازفة حياتية وسفرا شاقا يستغرق 3 ساعات لاجتيازه على الأقل. طريق الصحاء كربة لها من أسمها نصيب، الطريق البديل عن طريق هيئة العبد حتى انتهاء الصيانة. للأسف الشديد تزايدت فيها الحوادث وأدى المرور بهذه الطريق لإزهاق كثير من الأرواح والممتلكات. أصبح هذا الطريق مثل شبح موت لكثير من العابرين والمسافرين محافظة تعز إلى محافظة عدن. طريق منهك وخطير ومزدحم بمركبات النقل الثقيل، يضطر الأهالي والمسافرون للمرور عبره للوصول إلى عدن، ناهيك عن تسبب هطول الأمطار يجعله مليئا بالمنحدرات وعرضة للحوادث المرورية. حوادث يوميا، عطالات يوميا، كل يوم عطالات، تقطع الطريق احيانا يوم احيانا يومين. ما نحن جارين احين نفلوت احين بنموت، معنا هنا تحت عبارة الان بسقط يوم يوما وبابر وداخله بينتهي مكسر، الحديد مكسر، قدم مقطع مع على الحجار، ما تقلب ارفع ما تقلب الباص، باص انتهى داخله 16 نفر، بينا تنتهي بوابر ينتهوا. الأهالي بدورهم يوجهون مناشدات بالإسراع في إنجاز إصلاح وتوسعة منحنيات الطريق والتفرغ لإصلاح ما تبقى من طريق كربة الصحة لأهميته في نقل السلع والبضائع وتأمين سلامة المسافرين في ظل الحصار المفروض منذ بداية الحرب. نناشد ونكرر مناشدتنا إلى مجلس الرئاسة والحكومة ووزارة الأشغال والطرقات والسلطة المحلية في محافظة لحج وفي محافظة تعز أن تولي اهتمام خاص بهذه الطريق، بالطريق شريان تعز المحاصرة. هذه هي الطريق الوحيد الذي تمد تعز بالغذاء والعلاج وسفر الأمراض. الحكومة مروا من هذه الطريق، من طريق كرباء الصحة، مروا وشاهدوا وعورة وصعوبة هذه الطريق. نريد أن يعملوا على الأقل يعملوا سندات، جدران ساندة للطريق. حوادث مأساوية اليومية هنا تحكي واقعا مريرا وقصصا ووجعا ممتدا، فمن نجا من الموت لم يسلم من الإصابة، ومن أفلت منها فلن ينجو من الرعب والفزع والمعاناة. محمد الحمادي لبرنامج أضواء سهيل، تعز.